اهل الشيخ زايد للاغنياء بس. جامد. طب هي يو، ناس كتير فاكره ان الشيخ زايد للاغنياء بس. يا اسطى مفيش هزار في الحاجات دي. ودي حقيقه، بس انا قلت اروح اتاكد بنفسي. وهيكون معانا احمد بن زايد دليلنا النهارده. بص بقى ابو سمير، عايزك توديني حته الغلابه اللي في زايد عشان ما تبهوقش مننا. يا عم زايد كلها غلابه. ويا اسطى عايزك تبعدني عن الفرافير والعيال التوتو. يا اسطى زايد فيها حته ما تعرفش تدخلها. ليه فيها قلق يعني؟ لا لا، ده الطريق متكسر مش هنعرف نمشي. فيلا بينا ناخد جوله في دبي مصر. اول ما توصل الميكروباص بينزلك عند هايبر وان، بوابه المدينه. هنحاول نتفسح وننبسط في زايد وما نصرفش فلوس على قد ما نقدر. وبتكون قريب جدا من اشهر مكان في الشيخ زايد في الفتره الاخيره، كابيتال بيزنس بار. بص بقى يا عم، اول حاجه اهو كابيتال بيزنس الغلاب، اللي بيعمل احلى ديكور في مصر لاي مناسبه، وصدقني احلى فيو هتشوفه واحلى صور هتاخدها هناك. والمحلات هناك ما بينهم حاجه مشتركه، كلهم غاليين. ما علينا، جنبه على طول لازق فيه امريكانا بلازا. امريكانا دي بقى بتاعت الناس البسيطه، ناس عاديه، برندات عاديه، كراسي عاديه. سبحان الله. والله زي ما تعودنا دلوقتي هنروح نستنكع على دانكن دونتس. يلا بينا. وكي اف سي هناك كبير وفاضي. وندخل بقى على وسط ناو بتاعت زايد، الحي الاول. دي مناطق الجانج هناك. انا والجانج جانج جانج، انا والجانج. واشهر محل اكل هناك على كلامه هو سلامة المتميز. هتطلب ايه؟ كوردون بلو. وعنده سندوتشات كبده ب 10 جنيه والكوردون بلو ب 25. واخر اختراعات زايد عصير. ممكن نقتصد ونجيبها ب 12 جنيه. بكام بقى؟ 18. ليه؟ ابو تريكا. وهو متميز فعلا. مش عارف اجيبها لكم ازاي، لا سيما ان عمري ما اتكلمت عن تفاصيل فيديو قبل كده، بس فعلا الموضوع غصب عني. هشرح لكم. الفكره ان الفيديو ده متصور قبل رمضان، والفوتج كنت محتفظ بيها على الهارد القديم اللي هو لسه موجود لحد دلوقتي عادي. بس لما جيت امنتج الفيديو اكتشفت ان في اكتر من 40 فيديو مش موجودين، اللي فيهم بقى بقيه الجوله في الحي وزيد بارك والجناين والاشجار والهاها، بس نهايه الفيديو والهبب موجودين عادي. اه والله زي ما بقول لكم كده. فانا مضطر استاذن واقفل الفيديو على كده، واسف جدا بجد. واي حد هيترول اقسم بالله هعمل معاه مشكله، عشان مش كلها بقت كلها. اسف. شكرا لتفاهمكم، الف شكر. بشكركم جميعا، ألف شكر، ألف شكر. وفي النهاية حبيت أوريكم إن حتى أماكن الأغنياء فعلا نقدر ننبسط فيها بأقل التكاليف أو من غير فلوس خالص. فأشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب. خلصنا البلوج ازاي تتفسح في زايد، واحنا رايحين نكمل الفسحه في الزمالك.